هو ده مين؟ ده ايه ده باشا؟ موتك. ولو اني زعلان ما عزمتنيش على الفرح. يا باشا ما عملتش فرح ولا بتاع، انا عملت حاجه كده على الضيق. ماشي، مالك يا شكلك زعلان كده مش مبسوط؟ لا ابدا يا باشا، الجواز بقى والمسؤوليه والشغل اللي انت عارفه ده. احسن، تستاهل. ما سالتنيش. شوف احنا شغالين مع بعض بقالنا قد ايه؟ مفيش شغلانه شمال الا باخد رايك فيها. تروح تتجوز من غير ما تشورني؟ يا باشا اشورك في ايه؟ ده جواز يعني يمين، هو انت ليك في اليمين؟ مش فاكر. لا ماشي، على العموم لو احتجت حاجه انا اخوك الكبير. حبيبي يا باشا اوعى تتكسف مني يا عم. لا يا باشا. طب امورني بقى، كنت عايزني في ايه؟ مش انا المره دي اللي عايزك، المدام. يا نهار ابيض، ده انا عنايه للمدام. تسلم عينيك. المدام فاتحه كافيه كده في المهندسين بتتسلى. تمام. الكافيه ده في دورين، إذ فجأة الدور اللي فوق فضي، قلنا نأجره. الراجل مرضيش، زعلت أنا طبعا، تأثرت أوي. طب عايز إيه يا عم؟ قال لك أبيع، قلنا نشتري. شطح في السعر جامد، زعلت تاني. تاني؟ اللي قلنا ميمي أعمل إيه عشان ما أزعلش تالت؟ ما تزعلش. ما تزعلش صح. طب سعادتك، انت قلت لي المبنى ده دورين مش كده؟ ايوه. نعمل ايه تاني عشان ما نزعلش؟ طب احنا ممكن دلوقتي نجيب قرار ازاله للدور التاني. اعتبره جه. دلوقتي اللي هيطول سما والارض هيجري عليك جري ويقول لك اشتري مني المبنى، تقول له ماشي بس بنص السعر، هيحصل له ايه؟ هيزعل. زعله. طب وقرار الازاله؟ يا باشا قرار ازاله ايه؟ اللي قدر يطلع القرار قادر يلغيه. احنا بنلعب ولا ايه يا باشا؟ بنلعب، بس بنلعب حلو. يا ريتك اتجوزت من زمان يا رايق. حبيبي يا باشا. كان شكلك حلو قوي امبارح. لا انت الفستان كان حلو قوي، جبتيه منين؟ عارفه انت تضرب ايه الحلاوه دي؟ جيجي عندنا، ده ايه الجمال ده؟ يا شيكو حلوه بجد يعني ولا بتجاملي؟ بجاملك ايه يا بنت انت؟ في ايه الكلام ده؟ حلوه طبعا. طب اقوم انا بقى اعمل لكم شاي. اعملي كاكاو. ماشي كاكاو. انت فين يا دي؟ ايه اللي واخدك مني؟ مفيش، انا قلت بس هسيبك يعني في الظروف اللي انت فيها يعني. بس كده؟ بس كده. في ايه يعني؟ ايه يا جيجي؟ انت مش عارف ان انت غالية عندي ولا ايه؟ بس مش حاسه. مش دي عينيك اللي انا عارفاه، انت متغير. انا متغير ولا اي حاجة، انا زي ما انا، مفيش اي حاجة. طب عيني في عينك كده؟ لا مفيش عيني في عينك بالكلام ده خالص، انا تعبان. انا كان المفروض اروح الشغل. بس خلاص ما بقتش قادر، مش عارف اذا كنت هنزل ولا مش هنزل. وانت ايه اللي تعبك يا اخويا؟ كنت بتعمل ايه طول النهار؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ دي هديه؟ دي هديه، انا كنت جايبها لك. شفتي انت نسيتيني ازاي؟ دي هديه. ليه انا؟ هديه فيها فيونكه حلوه انت فاهم، شفتي؟ بس انا كنت مستني الوقت المناسب. ليه انا يا دي؟ اتفضلي اتفضلي. انت مش مصدقه ليه؟ هديه. لا مصدقه، بس اصلك يعني كنت بعيد عني اليومين اللي فاتوا، حتى التليفونات بطلعها منك بالتين. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا كويس الحمد لله، اطمني خالص، اطمني. افتحها؟ افتحيها افتحيها. دي رجالي يا ديب. رجالي؟ ايوه يا اخويا رجالي. رجالي ازاي؟ ده راجل ابن العبيطه ده قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي، خدي بالك قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. طب خد يا اخويا، شوف مين اللي صغرك قدامي. ايه يا بنت صغرك وكبرك والكلام الفاضي ده؟ ما تلعبلي يا بنت في ايه؟ انت عارف انا فين كويس قوي، لما تبقى تفوقي لوحدي يبقى تعالى لي يا اخويا. يا مقدس بيقول لك في التلفزيون والراديو الاسلاميين هيفوزوا هيفوزوا. يا ابني ما يفوزوا. انت ايه اللي مخوفك؟ انا خايف. على ايه حسره؟ انا مش فاهم. طيب انا خايف عليك انت. انت راجل تاجر وليك فلوسك وتجارتك اللي في السوق. صح ولا لا؟ بقول لك ايه؟ انا مش عايزك تعمل زي البنت هايدي وتشغلوا لي القلاقه في الفاضيه والمليانه، العمليه مش ناقصه. هو ده كلام انا يا مقدس؟ ده كلام الناس كلها. بيقول لك لو مسكوا هيفرقوا في المعامله ما بيننا ومش عارف هيعملوا فينا ايه وحوارات. اوه انت هتصدعني بقى. قوم يلا قوم يا عم كاسين جه. حقك عليا. ايه يا مسعد؟ معاك هنا مع المقدس ليه؟ صدقني ابدا. يا كذاب. انت عارف لسه كان بيقول لي ايه؟ لو الاسلاميين مسكوا هيمرمطونا ويشردونا ويدبحونا وكلام خايب بقى حاجه تقرف. لا في دي عنده حق. شفت؟ عم ياسين قال لك. وانتوا تلحقوا تعملوا حاجة؟ احنا هنخلص عليكم من أول يوم، هتصحوا الصبح ما تلاقوش نفسكم. أمانة عليك يا ياسين، لو أنا جيت من نصيبك خليك حنين. اتأخرت يا حبيبي محجوز والله.
واخد ام شنوده والواد ابنها والواد مين اللي على اول الشارع. يعني هعمل ايه؟ بس اقول لك انا هشوف لك سكينه برضو معايا زياده. كبك كتر خيرك. ماشي يا عم ياسين. ماشي امشي كتمشي في ركبك واعمل لي شاي انا. انت بقى لك سكينه تلمى معايا. شفت الخيبه اللي احنا فيها يا ياسين؟ خيبه بالويبه والله. بس اقول لك يمكن يكون في المصلحه محدش عارف. مصلحه ازاي يعني يا ياسين؟ ما هو اي جرح عشان ينضف لازم تطلع الصديد اللي جواه علشان يقفل على النظافه. اللي بيحصل بقى معانا دلوقتي صديد ووساخه سنين طويله عشناها يا فؤاد. يا رب يطلع كلامك مظبوط واستريح من الغم. يا رب. خد شد نفس خط. عارفه ايه اكتر حاجه بتخليني قلقان عليكي؟ انك في الدنيا لوحدك كنت عفري، وان كل اللي حواليك يا اما عايزين يطلعوا منك مصالح عايزين ينهشوا في لحمك. وكتير كنت بقول لنفسي يا واد واعيها وفاهمها، بس كنت ارجع اقول بلاش احسن تفهمك غلط. يوسف انت بتخاف عليا قوي كده ليه؟ مش ده الطبيعي يعني ان الواحد يخاف على الناس اللي هو بياكل عندهم عيش؟ يعني انت لو اشتغلت عند ناس تانيه هتخاف عليهم قوي كده برضو؟ عايز توصل ايه؟ ولا حاجه. كنت بتكلم معاكي بصراحه. يا ريت. انا لو رحت اشتغلت عند ناس تانيه برضه هفضل اخاف عليك. ليه؟ ليه عشان زي طب ايه رايك نقلب السؤال؟ يعني بدل ما انت بتساليني وانا جاوب انا اللي اسالك وانت تجاوبي. تفتكري ليه يعني اكون بخاف عليكي؟ مش يمكن اجابتي تكون غير اجابتك؟ ويمكن تكون زيها؟ يمكن. الو؟ اي بابي؟ ايه؟ مين الناس دول؟ طب انا جايه لك حالا. باي يا بابي باي. في ناس دخلوا على بابي الفيلا عايزين يقتلوه. يلا. تعرفي يا امال؟ ايه؟ احلى حاجه فيكي انك زي الورد، حتى لما كبرتي لسه ريحتك فيكي. كبرت؟ طب يا سي عرف شيل ايدك من على الورده لجيك شكه. اموت انا في الشكشاكه. ايه مفيش سلام عليكم؟ ده اللي جابك هنا يا ست امال؟ هي دي اللي فهمت وعقلت؟ طب قبل ما تفتحي لي محضر قولي لي ازيك يابا. ابويا مين؟ ابويا اللي بيجي ياخد مزاجه كل كام شهر ويمشي، ولا ابويا اللي بيجي يضحك على الست الغلبانه دي بحضنين وكلمتين وياخد شقه بنته؟ اهدي اهدي، ده ابوكي مهما كان. ابويا؟ ابويا مين يا امي؟ ابويا اللي جاي ياخد مزاجه ودم ابنه لسه ما بردش نص يابا. فاكره؟ فاكر ابنك ولا نسيته؟ الله يرحمك يا نصر، الله يرحمك يا اخويا. انا لازم انزل اشوف بابي، مش عارفه استنى اكتر من كده. تنزلي تروحي فين؟ اوعي تتحركي من العربيه، فاهمه؟ ايه يا يوسف في ايه؟ في عيال نطت على فيلا الشيمي. ده بلد ايه؟ خد خلي ده معاك. Thank you.
معانا طفل صغير. المساحه بيت اهو، المساحه اهو اهو. اثبت، هات اللي في ايدك ده بقى يا عم الحلو. اوعى انزل على بطك يا قوم يا باشا. تمام يا باشا؟ ها؟ انزل ولاد الكلب. انت كويس يا باشا؟